ازيكم يا مواليد برج العذراء؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العذراء ليوم الخميس 14 يوليو تموز 2022. اليوم ممكن يبقى بيقدم ليك شخص اكبر منك النهارده نصيحة قيمة جدا ليك، ممكن تبقى مفيدة حتى في حياتك لو ما كنتش انت بتدور عنها، حتى بتدور عن شخص ما النهارده علشان يحاول يرشدك للطريق الصحيح. لكن الحدث ده يعتبر مصادف ليك بشكل كبير، ممكن يكون اكتر الحاجات المفيدة اللي بتحصل لك في اليوم ده. حتى ما تنساش انك تشكرهم على نصيحتهم وعلى انهم وقفوا معاك في الظروف دي. مش هيكون اليوم مناسب على صعيد الاسرة بشكل كبير، لكنك هتبقى علاقاتك مع افراد اسرتك كويسة في اليوم ده. لكن ممكن تحصل شوية من الخلافات في بعض وجهات النظر اللي بتبقى بتدور حواليها، علشان كده خليك حذر اكتر، خاصة لما بتبقى بتتكلم معاهم. ممكن يكون عندك النهاردة صراعات كتيرة مع شريك حياتك في اليوم ده، فبنصحك انك تسمع لنصائح الشيوخ اكتر، وانهم بيعرفوا افضل وسيلة ويساعدوك علشان يوجهوك اكتر على النمو بشكل واضح. دايما اسمع نصيحة الكبار في السن. خليك حذر اكتر في استخدام كلماتك، ما تتكلمش بشكل عشوائي لانه ممكن يكون مش هتعرف تستعيد اللي انت اتكلمت فيه. بيواصل القمر عبوره لحد برج الجدي، لحد ما يدخل برج الدلو. برج الدلو يعتبر غير متحيز بشكل كبير ولطيف وتقدمي بشكل واضح، عنده استقلال، عنده مساومة، في حرية. النهاردة هتبقى في كل أمورك، هتبقى حيوي بشكل واضح. ليه؟ علشان تشعر برضا كبير عن نفسك، يعتبر عاطفي كبير. احنا النهاردة نبقى متعاونين منفتحين علشان نتغير اكتر. عندنا عقدة كبيرة بنمر بيها، لكن ده كله بيشكله عطارد مع القمر. النهاردة هنتواصل مع معلومات كتيرة، اشخاص كتيرة بيشجعونا علشان ننمو اكتر ونتحسن اكتر ونتقدم اكتر. في اللعب النهاردة في اليوم ده مارس، مع وجود طاقتنا النهاردة في عندنا سهولة اكتر في كل انشطتنا اللي بتعتبر مغزية اكتر. بيستمر الوضع لحد ما يدخل القمر برج الدلو بشكل واضح اكتر.